أهلا بكم يا أصحابي، النهاردة هنتعلم مع بعضنا درس جديد بعنوان مئات الألوف. يلا بينا نشوف درسنا بيقول لنا إيه النهاردة. عندنا هنا يا أصحابي أكبر رقم في عشرات الألوف اللي هو 99,999. لو زودنا عليه واحد هنقعد نجمع 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 لحد ما يطلع لنا رقم واحد قدامه 5 أصفار. الواحد قدامه 5 أصفار ده بيتنطق إيه؟ بيتنطق من جزء كده 100,000، بيتنطق 100,000. ماشي أصحابي؟ طيب يلا نشوف شكله على العداد يبقى عامل إزاي. آدي ده يا أصحابي العداد بتاعنا، خانة الآحاد وخانة العشرات والمئات والألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف. مئات الألوف عندنا هنا فيها خازة واحدة عشان إحنا بنعمل رقم 100,000، فيبقى فيها خازة واحدة دي بتدل على 100,000. طيب نقرا ازاي ارقام مئات الالوف؟ يلا بينا اوريكم. مثلا عندنا الرقم ده نتقري ازاي؟ نتقري 190,526. نبدأ اول حاجة بارقام الالوف التلاتة، المئات والعشرات والاحاد، بنقولهم مع بعض 190,526. بعد كده 3 أرقام دول اللي هم أحاد وعشرات ومئات عاديين ما بيبقاش ليهم ترميز زي ألف كده، لأ بيتقال لوحديهم، يبقى 190,526. طيب بيقول لنا أكبر أرقام مئات ألوف اللي هو الرقم ده 199، 6 9 قصدي، 999,999. أكبر أرقام مئات ألوف 999,999، 6 9، وأصغرها اللي هو 100,000، واحد قدامه 5 أصفار. طب إيه هي بتتقال إزاي؟ 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، 500,000، 600,000، 700,000، 800,000، 900,000. ده يا أصحابي تمرين عليها عشان نتعلم نقراها إزاي. هنا أهو عايزين نقرا الرقم ده، نقرا إزاي؟ نبدأ أول بأرقام الألوف اللي هي دي، نقول 561,376، 561,376 من غير أي ترميز. هنا 400 وأرقام تانيين انتوا هتقروهم وتقولوا الإجابة بتاعتهم المرة الجاية، ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.